هل يجوز التطوع بالسعي وهل يجوز تقبيل الحجر في كل وقت ولو لم أطف؟ السعي ليس فيه تطوع، السعي إنما هو نسك فقط للحج أو للعمرة وليس فيه تطوع. أما الطواف ففيه تطوع، تطوف ما تيسر لك من الأسباع وتصلي ركعتين بعد كل سبعة أشواط. وأما تقبيل الحجر إنما يشرع في حالة الطواف، أما في غير حالة الطواف فلا يشرع تقبيل الحجر.